أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة تتكرر أسبوعياً مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران كرسي المنوفية وأستاذ اللاهوت الطقس بالكليات الإكليريكية ومعهد الرعاية. مرحبا بنيافتك سيدنا. أهلاً بقدسك أبونا، أهلاً وسهلاً. بذكر حضراتكم أن سيدنا بيكلمنا عن القداس الكرولوسي اللي هو قداس كاروزنا القديس ماري مرقس، والنهاردة هي الحلقة الثانية في القداس الكرولوسي. الليتورجية القديس ماركوس هي الليتورجية خاصة بكنيسة الإسكندرية، لها طابع خاص يميزها عن باقي الليتورجيات الشرقية القديمة، فنجد فيها الأواشي قبل التقديس. كتب القديس ماركوس الإنجيل الذي كان يمت بصلة قرابة للقديس برنابا الرسول. القديس ماركوس هو الذي أسس كنيسة الإسكندرية، وهو معروف لنا جميعا ومعروف للعالم أجمع، وذكر ذلك القديس يوسابيوس القيصري. سيدنا، احنا قبل بس ما نخوض في حلقتنا النهاردة عن القداس الكرولوسي أو القداس بتاع القديس ماري مرقس، في تساؤل بعض الناس بيقولوا ليه القداس يتسمى القداس الإلهي، يعني كلمة الإلهي بالذات؟ لأن القداس هو عمل إلهي، فالآب قابل الذبيحة، والابن الكلمة المتجسد هو الذبيحة، والروح القدس يحل على القرابين لكي يحولها إلى جسد القيامة ودم الصليب لربنا يسوع المسيح له كل المجد. فهو عمل إلهي، ولذلك وحضور إلهي كمان، عشان كده اسمه قداس، لأنه بيقدس الإنسان اللي بيحضر، يعني يقدس الإنسان ويقدس القرابين. بالظبط كده، ما هو يقدس القرابين لكي تقدس الإنسان، وكمان في الصلاة طول القداس بنتقدس بالصلوات لكي نؤهل للتناول، فلما نؤهل للتناول بدرجة معينة من القداسة يتكمل بقى التناول القداسة، عشان كده اسمه القداس الإلهي. قداس اسم فاعل يقدس الإنسان. يعني عايزين يفتك توضح للسادة المشاهدين مين اللي أسس الفكرة نفسها بتاعت القداس أو السر الإفخارستية. والسيد المسيح طبعا يوم خميس العهد قدم العهد الجديد للكنيسة للرسل، وبدأ العهد بدمه الطاهر على الصليب يوم الجمعة العظيمة. فالعهد الجديد بدأ الجمعة، لكن استودع هذا العهد في الكنيسة بقى للرسل القديسين، كانوا بيمثلوا الكنيسة وقتها. يعني عشان كده اللي عايز يدخل في عهد مع ربنا بيجي الكنيسة، عشان الإيمان يتلقاه في الكنيسة، المعمودية في الكنيسة، التناول في الكنيسة، كل الأسرار. يعني احنا كنيستنا القبطية بتصلي بثلاث قداسات، طبعا القديس كيريلوس اللي هي قداس بتاع ماري مرقس، والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس. أيوه. لكن اكيد يا سيدنا في لتورجيات تانية او قداسات تانية في العالم عموما، يعني تختلف عن القداسات ديت. كل الكنائس اللي فيها كهنوت فيها قداسات، يعني من العائلة الشرقية عندنا وعند السوريان وعند الأرمن والأحباش والهنود الأرثوذكس وأرمن أرمينيا وأرمن لبنان، يعني كل الكنائس، وإخوتنا الكاثوليك عندهم قداس، وإخوتنا الروم الأرثوذكس عندهم قداس أيضا. عند إخوتنا البروتستانت بقى القداس بتاعهم عبارة عن ذكرى، مش جسد حقيقي ودم حقيقي. يعني بيقولوا السيد المسيح قال اصنعوه لذكري، فدي ذكرى، مجرد ذكرى يعني، ده حسب إيمانهم يعني. وبرضو يسموها شكر أو إفخارستي، يعني إفخارستي يعني شكر، لأن الإبن شكر الآب السماوي، فبقى قداس الشكر، شكره نيابة عن البشرية. أيوة بالظبط كده سيدنا. يعني في معلومة أن القديس يعقوب الصغير ابن حلفة هو أحد الاثنى عشر رسول أو تلميذ، هو أول من كتب قداس، هو كان أسقف أورشليم. أيوة. يعني هو الكتابة هو تحصيل حاصل،
يعني مش ما بدأش القداس بالكتابة يعني. لكن هو اللي دون وضع لنا وضع قداس لكن السيد المسيح هو الذي وضع لنا، احنا بنقولها في أول التقديس، ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. يبقى في العالم في قداسات كتيرة قوي، زي طبعا قداس قديس ده أخواتنا الأحباش عندهم حوالي 14 قداس ولا حاجة، بس دول خاصين بكنيسة الحبشية مش عندنا يعني. أبونا مرقس داود ترجم 14 قداس تقريبا يعني قصدي أن كل كنيسة فيها كهنوت فيها قداس، حتى الكنيسة الأنجليكانية رغم أنها مش تبع الكنائس الأرثوذكسية يعني، لكن عندها ثلاث أسرار فقط، المعمودية والكهنوت والإفخارستي بس، عندها ثلاث أسرار بس مش سبعة زينا يعني. ويقال القديس يوحنا ذهبي الفم أيضا وضع قداسه وبيصلى به في بعض الكنائس يعني، القديس يوحنا ذهبي الفم في أواخر القرن الرابع. وعندنا في بعض في القداس البسيلي يقولوا صلاة صلح ثانية للقدير ذهبي الفم، وبرضه في القداس الكيرولوسي في صلاة صلح لذهبي الفم، وكانت وقتها الكنيسة كلها واحدة في العالم كله، إيمان واحد يعني، كان المسألة ماشي. القديس طبعا باسيليوس هو رئيس أساقفة قيصرية الكبدوك. سيدنا يفتك يعني شرحت لنا وتأملت لنا في صلاة الحجاب أو حامل الأيقونات اللي بتتقال على باب الهيكل أمام حامل الأيقونات، لكن في عشان يدخل إلى الأقداس بقى يعني. يعني هما في صلاتين يفتك شرحت لنا واحدة منهم، الثانية النص بتاعها أيها الرب إله القوات ملك المجد صانع العجائب وحده الصالح الوديع للذين يدعونك بالحق، اطلع على سؤالتنا واعطينا قوة لهذه الخدمة المخوفة التي للسر العظيم السمائي الذي لهذه الذبيحة الموضوعة غير الدموية والناطقة. يعني ناخد منها كده جزء جزء لأنها طبعا طويلة. بدايتها أيها رب إله القوات ملك المجد صانع العجائب وحده الصالح الوديع للذين يدعونك بالحق اطلع على سؤالتنا. احنا خدنا قبل كده أيها الرب إله القوات. إله القوات هنا لقب من ألقاب الله، لأنه كلي القوة وتخدمه القوات السمائية، عشان كده نسميه إله القوات أو رب القوات. وفعلا أي إنسان ضعيف يقف قدام ربنا يمتلئ قوة، يعني الله قوي صاحب السلطان. طبعا، عشان كده بيسمى رب القوات أو إله القوات، فالله أقوى من أي حد، ولذلك نحن نعتمد على قوة الله كثيرا يعني. هو صانع العجائب وحده الصالح. العجائب هنا المعجزات، يعني في قديسين عملوا معجزات لكن كان ربنا اللي بيفعل المعجزة بتشفع القديس بتشفعهم. بالظبط كده، ولذلك صنع المعجزات هو عمل إلهي، عمل إلهي بحت، يعني ما فيش إنسان يقدر يعمل معجزة من غير ربنا، وربنا بيعمل المعجزة استجابة لصلاة القديس لما يكون قريب من ربنا يعني. والله هو الصالح الوديع للذين يدعونك بالحق. صالح يعني لا يوجد فيه شر، نور لا يدنى منه ولا يلتقي مع الظلمة، يعني ما فيش ظلمة تقوى عليه يعني، نور قوي يعني، إذا كان الشمس لما بتطلع بتنهي الظلمة، عشان كده من ألقاب السيد المسيح شمس البر، يعني نور ربنا بي بي بيحطم الظلمة وبيلاشي الظلمة يعني. وهو صالح، هو صالح للذين يدعونك بالحق. صالح يعني معناها انه ما فيهوش شر، و
ما بيعملش شر، وكمان صلاحه مطلق يعني غير محدود، صلاح غير محدود، وصلاحه يكفي كل الناس. ولذلك من يقترب من الله يصير صالح، يعني يمتلئ من صلاح الله يعني، ويبقى صالح بقى لخدمة الناس. يدعونك بالحق، المقصود بها يا سيدي يدعونك بالحق، يعني حاسين هم بيعملوا ايه. يعني ساعات الإنسان يطلب من الله وسرحان مش مركز، وهنا عدم تركيزه بيخليه مش صالح للصلاة. عكس الحق هو الزيف، ممكن الواحد يبقى يعني بيعبد بزيف تمام مش بحقيقة. لكن الله صالح لكل من يدعوه الحق بالحق. بالحق يعني إيمانهم صحيح، فكرهم صالح، حياة القداسة يعيشونها يعني، وكمان استجابة ربنا استجابة حقيقية مش استجابة وهمية. يعني ساعات في الوثنية كانوا ناس الشيطان يعمل من خلالهم معجزة، بس معجزة واهية مش حقيقية. فربنا بقى هو إله الحق، وكل ما يفعله حقيقي وحق. نقول له اطلع على سؤالاتنا واعطينا قوة لهذه الخدمة، الخدمة دي بتاعت القداس محتاجة قوة، ايه هي القوة اللي احنا محتاجينها؟ يقول اطلع على سؤالاتنا، يعني اسمع صلواتنا، اسمع طلباتنا، استجب لما نسأل عنه او نسألك من اجله. يعني بنطلب شفاء مريض، بنطلب راحة لمنتقل، بنطلب نجاح لطالب او انسان بيدرس. يعني ربنا يستجيب بالحق، فاستجابته بتحول الأمنية إلى حقيقة، واستجابة حقيقية يعني. أعطينا قوة لهذه الخدمة، ما هي القوة التي نحتاجها لإتمام هذه الخدمة؟ قوة نعمته اللي تخلينا مستحقين إن احنا نتعامل مع هذه المقدسات. يعني مين الإنسان علشان يتعامل مع المقدسات دي؟ يعني الواحد بيبقى داخل يقف على مكان الذبيحة وهو يعني يشعر بضآلته، ويشعر بأنه حاجة يعني كون ربنا يسمح له أنه يعمل كده، ده تعطف ومحبة من ربنا كبيرة قوي. هل ما هي قوة إيمان أيضا يا سيدنا؟ أعطينا قوة لهذه الخدمة المخوفة قوة التي السر إيمان العظيم. بالظبط، لأن فعل الله غير مرئي، فالمرئيات مش هي كل حاجة، ده فيه عمل غير مرئي ربنا بيقوم به. ويعرفه يقول الخدمة المخوفة التي للسر العظيم السمائي. السر يعني حاجة ميستيكال أو حاجة سرائرية، يعني تحصل سرا ما لا يحدث فيها عمل سرائري لا ينظر ولا يحس، يعني في فعل إلهي حقيقي يعني. بس هو سمائي لأنه عمل إلهي فهو يخص السماء. عشان كده احنا بنعتبر مكان الذبيحة ده والكنيسة والهيكل، يقول إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يعني مكان يشير للسماء أو كأنه السماء على الأرض يعني. عشان كده السر دوت سمائي. طبعا الذي لهذه الذبيحة الموضوعة غير الدموية والناطقة. غير الدموية يعني مش حيوانات ولا طيور زي العهد القديم، بس الناطقة يا سيدنا يعني ناطقة، وحتى بنسمي المذبح كده ناطق إلهي يعني. ناطق إلهي، النطق هنا من خلال الذبيحة، من خلال العمل الإلهي. الذبيحة تشفع فينا، فهي ناطقة بمعنى إنها بتقدم صلواتنا للآب السماوي. وناطقة معناها نوع من الفاعلية، يعني مش حاجة صامتة. ناطقة، مذبح ناطق إلهي.
تمييزا عن عن الذبيحه الحيوانيه الخاصه بالاوثان بقى والحاجات دي يعني الاوثان غير ناطقه غير ناطقه لكي تكون ارادتك عن خلاص الذين يتقدمون الى هذه الاسرار المقدسه. خلاص هنا لان الذبيحه هي ذبيحه الصليب اللي السيد المسيح له كل المجد قدم فداء للبشريه كلها، فهو مخلص العالم، قدم خلاصا لكل انسان يؤمن ويمارس الاسرار الالهيه. ولك انت ايضا ايها الرب الذي ترحم كل احد، اذ قد ترأفت على ضعفي، عرني من الانسان العتيق واعماله الرديئه وشهواته، واترك عني كل خطيه فعلتها. يعني بقى ابونا بيطلب من ربنا بقى، بيحس بضعفه زي ما نيافتك بتقول. في قصه في تاريخ الكنيسه، يعني كان كاهن له بعض حاجات الناس مش راضيه عنها يعني. فواحد من الشعب قعد يفكر يقول يا رب ازاي بتقبل ان الشخص ده يقف على المذبح ويتكلم معاك ويقدم ذبيحه عن خلاص الناس اللي في الكنيسه دول يعني، وبكى قدام ربنا يعني. فربنا كشف عن عينه. الكاهن هو داخل ملاك نزع عنه كل اعماله الرديه وتاثيرها عليه، وجعله شيئا مقدسا او انسانا مقدسا يستطيع ان يقف وسط الملائكه على المذبح. يعني بيقول له اترك عني كل خطيه فعلتها. ان كان بارادتي او غير ارادتي. يعني معناها ان الانسان بينقشع عنه كل الضعفات اللي ممكن تمنعه عن اداء هذا الدور يعني. واجعلني اهلا بقلب طاهر وشفتين نقيتين ان اقدم لك هذه الذبيحه المخوفه. يعني تنقيه الهيه بعمل الروح القدس عشان الانسان اللي بيصلي ككاهن او كاسقف يقدر يقدم ما يقدس الذبيحه ويقدس الناس. هي ذبيحه مخوفه. لانها ابن الله الكلمه المتجسد المخلص. ولا تطرحني عن عبيدك كعبد للخطيه، بل اطلب اليك برأفاتك اعطيني ان اخدم اسمك القدوس. هنا تنويه جميل قوي ان الانسان لا يمكن يبقى عبد لله وعبد للخطية، مش ممكن. عشان كده بنقول إن الخطية بتفصل الإنسان عن ربنا، يعني تبعده عن ربنا، فاصل تفصل بين الإنسان وربنا يعني. عشان كده آدم لما وقف يكلم ربنا، لما جاله وقف ورا الشجرة اللي كل منها لأن الشجرة دي شجرة المعصية، فوقف وراه. يقول لك لكي أجد أجرة الوكيل الأمين الحكيم في الخيرات الأبدية. جميلة قوي فكرة الوكيل، يعني موكل، يعني ينوب عن المسيح في تقديم الذبيحة. لأن المسيح قدم نفسه ذبيحة على الصليب، وكان هو الكاهن ورئيس الكهنة. هو الكاهن والذبيحة. فالكاهن أو الأسقف مخول من المسيح أو موكل أنه يقدم هذه الذبيحة. يقول أجرة الوكيل الأمين. أمين يعني صادق في نواياه، بيتكلم من قلبه، بيصلي من قلبه. أمين على الأسرار، ما يعملش حاجة غلط يعني، يؤدي الطقس بأمانة، وكمان إيمانه صحيح عشان يقدر يتعامل مع الذبيحة. طبعا يا ويل بقى اللي يبقى إيمانه مش صحيح ويتقدم، ده بقى يعني له حساب خاص يعني. مش حساب. إيمانه مش صحيح بمعنى عدم التصديق. مش مصدق. يعني هيبقى زي روتين بيتعامل، ما من غير إحساس، من غير قوة، من غير نعمة، والنتيجة بقى معروفة يعني. معنا اتصال أستاذة منى. ألو. ألو. مساء الخير سيدنا. اهلا وسهلا. الايادي سيدنا. اهلا وسهلا. سلام ونعم.
انا عايزه سؤال بس سيدنا، احنا لما بنوزع الخدمه في الكنيسه عندنا، فكل خادمه مثلا او خادم بياخد فصل، فبيسميه اسم شفيعه، يعني زي تمار ايريني، حد تسمي ابونا مينا عبود. ف يعني اعترض امين الخدمه ان ما ينفعش ان احنا نسمي تمار او ابونا مينا عبود علشان ما ذكروش في المجمع، ما اعترفوش بقدسيتهم، ما ذكروش في المجمع. هل ده يعني احنا بنخالف كده ولا في صح كده؟ احنا طبعا مش عارفين يعني. هو نوع من نوع من التكريم يعني، لانه واحد قتل لانه كاهن. صحيح ما الكنيسه ما اعترفتش بيه قديس، لكن القصه بتوري انه شهيد من اجل ربنا يعني، فده نوع من التكريم يعني. يعني اذا ما فيش خطا، لا لا ما فيهاش حاجه خالص، ما فيهاش حاجه. جميل، في اي سؤال تاني؟ شكرا شكرا استاذه منى. سيدنا احنا وصلنا لحد لا تطرحني عن عبيدك عبد للخطية، أيوة، بل أطلب إليك برأفتك أعطينا أن أخدم اسمك القدوس بغير سكوت لكي أجد أجرة الوكيل الأمين الحكيم في الخيرات الأبدية. هنا الحكيم مهم قوي، يعني وكيل عرفنا لأنه بينوب عن المسيح في تقديم الذبيحة، موكل منه يعني، وحتى بيسموا الكاهن وكيل شريعة. أيوة. وكيل شريعة الأباط. وكيل أمين، يعني ما بيؤمنش إيمان منحرف، ولا بيصلي صلاة وفق لإرادته الخاصة، لكن ماشي على طقس الكنيسة مظبوط. وحكيم بمعنى الحكمة هنا ضد الجهالة أو عكس الجهالة يعني. يعني واعي بيعمل إيه، حكيم يتصرف بحكمة في كل شيء، يعني عارف حدوده كويس وعارف إيه المطلوب منه في القداس. لا يسلك بجهل، لا يسلك بجهالة. بجهالة. لأن العذارى الجاهلات والحكيمات. يعني النوعين كانوا موجودين يعني، فالحكمة عكس الجهالة يعني. يبقى ياخد الأجرة بتاعته في الخيرات الأبدية التي وعدت بها محبيك بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لمسيحك، هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، أمين. دي خاتمة بتتكرر كتير، فياريت برضو لو ناخدها كلمة كلمة علشان برضو تبقى واضحة يعني. أولها بالنعمة والرأفات ومحبة البشر. النعمة والرأفات ومحبة البشر دي صفات في ربنا، نعمته أي تفضله يعني، والنعمة كمان بتعطي للإنسان عطايا روحية جميلة هو محتاجها، فبالنعمة والرأفات يعني حلو قوي إن الإنسان يحس إن ربنا رؤوف بيه، متحنن عليه يعني. يعني ده مش عن استحقاق، ولكن كل اللي بنطلبه ده وهناخده ده نعمة يا رب منك، عطية مجانية منك بالظبط حسب رأفتك، عطية إلهية لا نستحقها يعني. فبالنعمة والرأفات ومحبة البشر ألواتي لمسيحك. حتى في صلاة نص الليل نقول المجد لك يا محب البشر، في كل قطعة نقول كده المجد لك يا محب البشر. دوكساسي فيلا نثروبي. يعني مجد لك يا محب البشر، لك يا محب البشر. فبالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد مسيحك الذي أنت مبارك معه، أيوة، مع الروح القدس. هنا بقى تأكيد على عبادة الثالوثية. يعني لما نكلم الآب نقول مع ابنك الحبيب والروح القدس، أو الوحيد والروح القدس. نكلم الابن نقول مع أبيك الصالح والروح القدس. فهي عبادة ثالوثية، لأن الله واحد في جوهره الإله، لكن ثالوث في أقنوميته، الأب والابن والروح القدس. معنا اتصال أستاذ يوسف. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك، اتفضل بسؤالك سيدنا.
كنت حابب اسال سيدنا سؤال في العهد القديم عن يوسف الصديق. تمام. انت يوسف الصديق لما تعين وزير تمام ليه ما فكرش ان هو يرجع لبلده يجيب اهله او يروح لهم؟ استنى 7 سنين جوع وخير يعني. تمام. وفي سؤال ثاني. لا السؤال واضح سيدنا؟ لا وضح السؤال مره ثاني. سؤالك الاولاني مش واضح. طيب هو ليه لما يوسف اتعين وزير تمام ليه ما راحش من نفسه راح تمام راح لوالده يجيبه يقعد مصر معاه؟ ليه هو استنى 14 سنه لحد ما اخواته جم او ممكن 7 سنين كده؟ السؤال واضح ولا يعني كان فهمناه. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للقداس يعني انا ليه بشوف الناس لما ابونا جرش من الميه في اخر القداس بعد التناول كده كلهم برضو بيجروا او بيروحوا كده ناحيه الهيكل يعني تحت الهيكل اللي هو صار في ملاك الذبيحه. بيصرف ملاك الذبيحه. في بعض الناس هنا بيتصرفوا ان هم بيروحوا عند الهيكل عشان الميه بتاعت صرف ملاك الذبيحه دي تيجي عليهم. يعني طلبا للبركه يعني. بس هي خاصه بملاك الذبيحه. ولسه بقى الميه بتاعتهم جايه لهم ده. تمام. يرشوا ميه. شكرا اتصالك استاذ يوسف. والسؤال الاولاني كان يعني بيقول ليه يوسف الصديق ما راحش يجيب اخواته وابوه؟ هو برضه هم اخواته رموه في البير وانقذ باعجوبه وعاش في مصر فتره طويله وخدم في بيت فوتيفار وقت، وبعدين لما حاولت امراه فوتيفار انها تسقطه يعني ترك لها الثوب وهرب، فهي استخدمت الثوب كدليل على صدق كلامه بينما هي اللي كانت عايزة توقعه، فسجن أكتر من 10 سنين. فيوسف الصديق مر بظروف خلته يعني مرتبط، سواء مرتبط ببيت فوتيفار أو مرتبط بفرعون لما قلع الخاتم من إيده لما شاف الأحلام وقال له، عشان التصرف الحكيم في السنوات اللي مش هيبقى اللي هيبقى فيها خير وبعد كده سنوات اللي مش هيبقى فيها. ففرعون أعجب بحكمته فلبسه الخاتم بتاعه. فكان يوسف مرتبط بأمور بتحدث على أرض الواقع ما سمحتلوش إنه يروح. لكن لما جم إخواته بقى وجابوا أخوه بنيامين وكده وأكرمهم وإداهم يعني وكانت بداية لعلاقة جديدة مع أخواته يعني، لكن ما كانش يقدر يسيب مكانه، هيقولوا عليه بيهرب. وهل سيدنا ممكن نقول برضو أن هو كان خاضع خضوع تام لعمل الله وإرادة الله، لأنه حسب كل اللي حصل معاه ده أن ربنا سمح بيه طبعاً، فمش عايز يعمل حاجة يكون ربنا، بس كمان الظروف العملية ما سمحتلوش يعني. لكن أول ما إخواته حسوا بالمجاعة وطلبوا وقالوا يوسف في مصر، مصر فيها خير وكده، قبل ما يعرفوا أخوهم يعني كان خزن بقى حاجات كل المنطقة حوالينا ما فيهاش وعندنا فيه، وده يوري مصر محظوظة دايما بعمل ربنا يعني. صحيح فيها ما لا يوجد في العالم كله. أي فيها بركة المسيح طبعا. طبعا سيدنا كان سؤال التاني بالنسبة لصرف ملاك الذبيحة، يعني قد يكون يعني تصرف من الناس ان هم بياخدوا المية بتاعت ملاك الذبيحة لكن هم لسه المية بتاعت الصرف بتاعتهم هياخدوها. هي الايد اللي قدمت الذبيحة المية بقى بتاخد بركة من الايد وتوزع البركه للكل يعني. مش بس البركه الحمل. لكن صرف ملاك الذبيحه ده خاص بملاك الذبيحه فقط. خاص بملاك الذبيحه. يقول يا ملاك الذبيحه الصاعد الى العلو بهذه التسبيحه اذكرنا قدام الرب. فهو بيحمل بقى كل التسابيح اللي قدمت يرفعها قدام ربنا. ودي اشاره يعني لسمو الكهنوت انه يصرف ملاك الذبيحه. طبعا. شيء عظيم. طبعا. معنا سيدنا أستاذ جرجس، هناخد سؤاله ونخرج فاصل ونجاوب السؤال بعد الفاصل. ألو مساء الخير يا أبونا. مساء النور، أهلا بيك حبيبي، اتفضل بسؤالك.
مساء الخير يا سيد. اهلا بيك. انا هسال سؤالين بسرعه كده. اتفضل. انا لما بفكر حاجه في فكري جوايا وما طلعتهاش جوه، هل الشيطان بيعرفها ولا ما بيعرفهاش؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني هو الكنيسه بتاعتنا على اسم الملاك ميخائيل، بيجي يوم عيد الملاك ميخائيل الاستذكار يقروا قرايات مش اللي هي بتاعت اليوم، لا يقروا القرايات بتاعت العيد بتاع عيد الملاك. فهل ينفع احنا نقرا قرايات مخالفه للعالم كله اللي بيقراها النهارده؟ فلو سمحت تجاوبني. لا طبعا. شكرا. يعني الاجابه واضحه، مش عايزه اجابه. القراءات موزعة، لازم نحترم القطمارس، فيش حد يغير القطمارس، لأن القراءات مرتبة من زمن أبانا. نحتفل بطريقة أخرى، نحتفل بتمجيد والتمجيد مثلا. واحد عايز يكرم الملاك ميخائيل بتمجيد يقول تمجيد والإسمة يعني. لكن مفروض نحترم القراءات، لا تتغير طبعا. سيدنا، يمكن السؤال الاولاني بتاعه برضه يعني يمكن في كلمه هيتجاوب، اللي هو السؤال بتاعه بيقول انا حاجه جوايا بفكر فيها، هل الشيطان ممكن يعرفها؟ لا، الشيطان ما يقراش الفكر، لكن يعرف من الكلام او التصرف. طبعا. خلاص، يبقى كده جاوبنا قبل الفاصل. شكرا. فاصل قصير ونعود مره اخرى مع نيافه الحبر الجليل انبا بنيامين. نحن ويا المستحقين والضالين، وبدلت ابنك الحبيب عن حياتنا أعزائي المشاهدين، مع نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين، برنامجكم طقس، ومعنا سيدنا بيكلمنا عن القداس الكرولوسي الذي وضعه القديس ماري ماركوس الرسول. لكن قبل ما نكمل في صلاة الصلح الخاصة بالقداس الكرولوسي، في سؤال من أخواتنا الصم والبكم اللي بيتفرجوا علينا وسيدنا بيهتم بإجابة أسئلتهم. هو سؤال يمكن اتكرر قبل كده كتير، لكن في التكرار يعني أو التكرار يعلم الشطار. هما بيقولوا ببساطة، مش الكتاب المقدس واحد؟ فليه بيبقى فيه يعني اختلاف في الكنائس، في كنائس مختلفة؟ مسيحنا واحد وكتابنا المقدس واحد، لكن الكنائس مختلفة، فلماذا هذا الاختلاف؟ هو ببساطة العامل البشري في الموضوع. يعني رغم ان الانجيل واحد، لكن فهم الايات مش واحد.
هي دي المشكلة. يعني دايما فكر الإنسان هو ده اللي بيعمل المشكلة. يعني يعني في آيات ممكن الإنسان يفهمها بطريقة مختلفة عن نص الآية أو مختلفة عن هدف الآية، هي دي بقى المشكلة. والحالة بتاع سيدنا إن إحنا نرجع للآباء الأولين اللي نلتزم بالتفاسير الآبائية المظبوطة، مش النيو باتريستيك، يعني الأولد باتريستيك اللي هو الآباء المعترف بيهم، يعني مش القرون الوسطى اللي كان فيها يعني لخبطة شوية. إن أمور الإيمان كانت استقرت يعني بعد المجامع الأساسية والرئيسية وكانت مستقرة تقريباً. تمام. يعني ما استقرت عليه الكنيسة من تفسير وفي طبعاً تفسير لذهبي الفم وتفسير لآباء عظام يعني للإنجيل ناخد بيها، مش أي تفسير أو أي معنى يخلينا نختلف يعني. شكرا يا سيدنا، احنا معلش بنكرر الاسئله بس لان هم مهتمين وبيتفرجوا ده كويس على البرنامج، احنا بنشجعهم. صلاه الصلح الجميله بتاعه القديس ماري مرقص: يا رئيس الحياه وملك الدهور، اللهم يا من تكفي له كل ركبه، ما في السماوات وما على الارض وما تحت الارض، الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبوديه تحت خضوع قضيب ملكه، الذي تمجده الأجناد الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بألوهيته. ده الجزء الأولاني من صلاة الصلح للقديس ماري مرقص في القداس الكيرلسي: يا رئيس الحياة وملك الدهور. هنا كلمة رئيس بمعنى مصدر، فالله مصدر الحياة، فرئيس أو رأس أو مصدر يعني السورس، السورس بتاع الحياة أو مبدأ الحياة أو مصدر الحياة أو هو الذي أعطى الحياة، واهب الحياة. فيا رئيس الحياة وملك الدهور، الدهور الأزمنة، كل زمن له ملك معين، لكن المسيح أو الله يعني ملك الدهور. كان من ضمن سيدنا التفسيرات بتاعت ملك الدهور اللي هو صانع الأحداث، كل الأحداث اللي بتحصل ديت أكيد بسماح منه في كل الدهور. في كل الدهور. لا، وكمان كينونته موجودة في كل الدهور، يعني فيش ملك قعد أزمنة كل الدهور. كل ملك أرضي له زمن، يعني ابتدى إمتى وانتهى إمتى. يعني له بداية ونهاية، لكن طبعا ربنا كملك بقى ملك الملوك ورب الأرباب ملك كل الدهور، ملوش كل بداية الأسماء وملوش نهاية. بالظبط كده. سيدي، يمكن في آية في سفر الأعمال 3:15 تقول: ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. وأنا بقى رئيس الحياة، يعني حتى يعني القداس جاي من الكتاب المقدس، آيات من الكتاب المقدس. كلمة يا رئيس الحياة جاية من الآية اللي بتقول رئيس الحياة قتلتموها الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. أي يعني هنا دليل واضح أن الابن الكلمة حينما مات جسديا على الصليب، لكن فيما الجسد لم يرى فساد لأنه متحد باللاهوت، الروح بقى متحدة باللاهوت، قبضت على الشيطان ونزلته إلى الجحيم، ونقل اللي في الجحيم من الآباء والأبرار القديسين إلى الفردوس. يعني الحياة موجودة في المسيح يسوع، أنا هو الطريق والحق والحياة. مصدر الحياة. مصدر كل حياة، يعني الحياة أتت به وليس بغيره. يبقى يا رئيس الحياة وملك الدهور، اللهم يا من تكثو له كل ركبة. يعني السمائيين يسجدون أمامه، والأرضيين أيضا المؤمنين يسجدون أمامه، ففي السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد، بنقول كده في صلوات.
السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد لأنه مالئ الكل بلاهوته يعني. يمكن برضو في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي يقول لكي تكثوا باسم يسوع كل الركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. برضو يعني النص متاخد من الكتاب المقدس. أيوه يعني ما في السماء طبعا القديسين اللي في الفردوس وما على الأرض من المؤمنين أيضا الذين يؤمنون بوجود الله ويسجدون له. وما تحت الأرض بقى حتى المخلوقات اللي تحت الأرض يعني هو اللي خلقها وتتعبد له بس غير عاقلة طبعا. طريقة غير عاقلة يعني الغرائز الله صنعها في المخلوقات. فكل حتى كل شجرة كل نبات كل طائر كل حيوان له غريزته اللي ربنا حطها فيه. للأسف دلوقتي الإنسان بيعمل حاجات يعني المثلية في الزواج. الحيوان ما بيعملش كده والطير ما بيعملش كده. شوف الإنسان تدنى إلى درجة أدنى من الحيوان والطائر. يعني حاجة يندى لها الجبين الحقيقة. يعني مثلية في الزواج رجلين يتجوزوا بعض أو اتنين سيدات يتجوزوا بعض. طبعا ده في المجتمع الغربي يعني مش عندنا هنا. الناس الشرقيين عندهم إيمان كويس. فعايز أقول يعني أنه الله ملك الدهور وهو اللي حط في كل كائن كيف يعيش لمساته في الخليقة كلها. يعني كل شجرة يعني مثلا شجرة التين ما تطلعش ورق إلا عشان تداري على الثمر. ذلك السيد المسيح راح يشوف التينة اللي فيها ورق وما فيهاش ثمر لأن ده وضع مش طبيعي. ولعنها وقال لها لا يأكل منك أحد ثمرا بعد اليوم. فجفت من يبست من جدرها لأن في ورق يعلن عن الثمار غير الموجودة. فرياء كذا. وده إشارة للرياء بالضبط كده. يا سيدنا برضو ما تحت الأرض كان البابا شنودة سألوه برضو في أسئلة أو سنوات مع أسئلة الناس بيقولوا يعني إيه تحت الأرض. فقال لهم زي ما يفتك قلت طبعا الكائنات الدقيقة اللي تحت الأرض ولكن الإنسان أيضا حاليا ممكن يكون في البعض منهم تحت الأرض في الأنفاق في الغواصات في المناجم. فممكن الإنسان برضو يكون تحت الأرض. جميلة. حلو. في آيات سيدنا برضو بتتكلم عن أن الله هو ملك الدهور. كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. ظهر الدهور هنا يعني ما هو غير محدود في الزمن يعني. يعني زمن غير محدود يعني زمن مفتوح. عشان كده بنقول ليس له بداية ولا نهاية. عشان كده بنقول سرمدي. الله سرمدي يعني ليس له بلا بداية ولا نهاية. معنا اتصال من أم رفيق. ألو. السلام ونعم سيدنا مجابل أياد يبونا. أهلا بيك. في عايزة أفسر الآية اللي هي في الثالث بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس إصحاح 2 عدد 15 وآدم لم يغوى لكن المرأة غويت فحصلت في التعدي ولكنها ستخلص لولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. أيوه. تعيشي سيدنا وتعلمنا ويديك الصحة يا رب كده. تعيشي شكرا تخلص بولادة البنين. يعني بيذكر المرأة بالعقوبة اللي خدتها بالوجع تلدين لك أولادا. يعني قال للآدم بعرق وجهك تأكل خبزك وقال للمرأة بالوجع تلدين لك أولادا. يعني هي تذكرة بالعقوبة يعني تخلص بولادة البنين تنفيذا للعقوبة. طبعا في ناس عايشين البتولية زي الراهبات والمكرسات ما بيتزوجوش لكن لهم بنات روحيين. يعني من الروح تلد أيضا يعني بمعنى أنه في ناس أولاد ماري مرقص
في كل الأجيال في الخدمة اللي أسسها. ففي وإحنا لينا أنا راهب وليا أولاد كتير قوي روحيين يعني في خلال العمل الروحي يعني. تمام جميل. برضو معنا اتصال. أستاذ مين؟ أستاذ ماهر. مساء الخير يا أبونا. مساء النور، أهلا بيك، اتفضل. قبل أيادي يا أبونا. تعيش حبيبي. نقبل أيادي يا سيدنا. أهلا أستاذ ماهر، أهلا. تعيش وتعلمنا يا سيدنا. تعيش ربنا. دايما بتسرينا بكلامك يا سيدنا. ربنا يخليك. أنا ليا حاجتين يا سيدنا. اتفضل. السؤال الأولاني، المرأة الخاطئة اللي أمسكت بذات الفعل لما مسكوها وحطوها في اتمسكت وجي المسيح قعد على الأرض وقال من منكم بلا خطية فليرميها بحجر. ابتدى المسيح قاعد على الأرض وقاعد يكتب حاجات على الأرض. سؤال يا سيدنا، هو المسيح كان بيكتب إيه على الأرض؟ أو كان عايز يقول إيه إن هو جلس على ركبتيه مرتين على الأرض؟ كان بيكتب حاجات. كان بيكتب خطية اللي جاي يرميها بالحجر، يعني عايز يقول له أنت عملت نفس الحكاية في الوقت الفلاني، فبيكتب له، فعشان كده بيشوف الكتابة يرمي الحجر، عشان كده كلهم رموا الحجارة ومشيوا. وفي الآخر قال لها أما دانك أحد؟ قالت له لا، قال لها ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. إجابة جميلة سيدنا، كتر خيرك يا سيدنا. شكرا. شكرا اتصالك أستاذ ماهر. وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى ظهر الدهور. يعني الكتاب المقدس أو الليتورجية مصدرها هو الكتاب المقدس. بعد كده سيدنا، الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه. عايز التفسير بقى، الكل مذلول. مذلول وخاضع تحت قضيب ملكي. قضيب ملكك. يعني معناها أن كل إنسان ينتمي إلى الله الخالق، ولذلك كل البشر بيتوالدوا، لكن آدم وحواء البداية في الخلقة، وكمان الولادة دي خلقة برضو يعني نتيجة الزواج، يعني بيحدث لكل مولود خلقة فيخلق. هل سيدنا الكل مذلول بمعنى الزلة اللي هي الخطية؟ لا، الخضوع. مع المذلول وخاضع. خاضع تحت قضيب ملك الله، يعني قضيب الملك بمعنى سلطان الله على الخليق. سلطان الله على الخليق. مش معنى ان ربنا بيذلنا يعني. لا طبعا. لا لا. مذلول هنا بمعنى انه خاضع على غير إرادته، يعني أحيانا يعني الإنسان بيموت، بيبقى عايز يموت. طيب ما هو بيموت. مثلا يأتيه مرضا ويكون عرض، مش يعني ما عملش حاجة يعني تخليه يمرض. فهي مذلول وخاضع تحت قضيب ملكك. قضيب ملكي. فدي يعني معناها إن ربنا هو المتصرف في خليقته. طبعا بيسمح بآلام، بيسمح باضطهادات، بيسمح بحاجات تحصل لأولاده أو يعني لشعبه، عشان هيكافئهم في السماء. ولذلك لو الإنسان أخذ كل عطايا ربنا على الأرض، طب هياخد إيه في السماء؟ فعشان كده بقى بيوجد له يعني حاجة يكافئ عنها في السماء، يعني تحت خضوع قضيب ملكي، يعني لا يستطيع أن يرتفع إلى حد معين. قضيب ملك الله كما حدد الله. هذا العمل يعني. تحت خضوع قضيب يعني ملكي. التجربة لها حدود. مش غير محدودة يعني. يعني هو كل شيء بسلطانه وبسماح منه. بالضبط. الذي تمجده الأجناد الملائكية والطغامات السمائية والطبائع العقلية. هنا الطبائع العقلية أشمل بقى. لأن الطغامات الملائكية والطبائع العقلية بقى اللي هي الإنسان هيقوم زي الملاك.
مش كده؟ يعني احنا بعد يوم القيامة هنقوم زي الملائكة بأجساد روحانية نورانية. طبائع العقلية ده الإنسان يعني. ده الإنسان طبعا بصوت لا يسكت ناطق بألوهيته. يعني معناها إنه أصوات التسابيح لها قوة، فالإنسان المسبح بينال من الله قوة يقدر يغلب بها الشيطان. يعني الشيطان أقوى من الإنسان كمخلوق، لأنه مخلوق من نار وإحنا مخلوقين من تراب، لكن إحنا بعمل الله في حياتنا نبقى أقوى من الشيطان. ولذلك كان القديسين بيربطوا الشياطين ما يقدروش يخلفوهم، لأن واخد سلطان من ربنا القديس، فكان قدامه يصرخ. ده لما حد يبقى عليه روح نجس ويجي قدام جسد قديس، يعني رفات قديس، يعني يصرخ، لأنه حاسس قد إيه القديس ده له سلطان روحي فيصرخ. الطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بألوهيات التسبيح، دايما ينطق بألوهية الله، لأن التسبيح لله. بالظبط، مادام تسبيح يبقى لله. لا، والكلمات نفسها تنطق بصفات الله الألوهية. يعني. تمام. تمام. إلى الجزء الثاني، سيدنا يقول: وإذ سررت بنا نحن الضعفاء الأرضيين أن نخدمك، لا من أجل نقوة أيدينا، لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض، بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك. اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثرة رحمتك، واجعلنا أهلا للسلام السمائي اللائق بلاهوتك، والمملوء خلاصا لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة، ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. ده يعني الباراجراف كله. سررت بنا نحن الضعفاء الأرضيين أن نخدمك. يعني أعطى للإنسان عمل الملائكة بمسار. سر أن يجعل الإنسان زي الملائكة. هو لما خلق آدم وحواء خلقهم زي الملائكة، يعني بس طبعا لهم جسد طبيعة بشرية لكن الملائكة لها أجساد روحانية نورانية زي ما هنقوم بعد القيامة أو يوم القيامة. فالإنسان نال هذا الشرف، هذه الكرامة، أنه يعبد ربنا. يعني حاجة يعني الإنسان لا يستحقها. عشان كده بنقول الصلاة بتاع صلاة الحجاب قدام باب الهيكل اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، صلاة الحجاب دي كلها بيقدم الإنسان توبة وصلوة عشان يستحق أن ينال هذه الكرامة، أن يدخل في قدس الأقداس أمام المذبح. استمرار ضعفاء وأرضيين. لا من أجل نقوة أيدينا. لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض. يعني مفيش حد كامل يعني. طبعا الناس درجات روحية، يعني مش كلنا زي بعض، في متقدمين روحيا وفي النص وفي متأخرين يعني. لكن مفروض يتوفر في الكهنوت اليد الطاهرة المقدسة اللي تستحق أن تحمل الذبيحة. يعني ده بقى عمل ربنا في القداس بقى، إنه يقدس الكاهن لكي يقدس القرابين بعمل الروح القدس. لن نفعل الصلاح على الأرض، بل مريدا أن تعطينا، يعني دي منحة منك يا رب، نحن البائسين غير المستحقين من طهرك. بائس هنا غير يائس. بائس بمعنى إنسان معدم، يعني ما عندوش حاجة. يعني نقول البائسين والفقراء. الفقير يمكن عنده حاجة يعني، لكن البائس اللي هو ما عندوش حاجة خالص يعني. يعني نحن لا نملك شيئا يؤهلنا أن نقف هذا الموقف يعني. إحساس جميل قوي. مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك، اللي هو التناول يعني. من طهرك هنا صفة القداسة يعني، لأن اسمه قداس ما قلنا في الأول، وبيقدس الكاهن كما يقدس القرابين
علشان يقدس الشعب. فبيعطينا التطهير. كده مرضات الشعب دي بتقدس الشعب وتخليه مستحق للتناول. ذلك المعلمين اللي يمسكوا ميكروفون ويخلوا الناس تسكت والناس مبسوطة، صوت المعلم جميل وحلو بس خلاص الناس ساكتة، بس فصلهم. احنا عندنا في الإبرشية ما بنحطش مايك قدام الشمامسة بره، الخرس يقول والشعب يقول معاه. يبقى في قيادة يعني، بس هو ده اللي بيقدس الناس للتناول. صلوات والغفران الخطية بالتناول طبعا. يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا. نقول له اقبلنا اليك ايها الصالح محب البشر. ايوه يعني دي منحه ان احنا ننال شرف وكرامه ان نخدم الله في هيكله المقدس. اذ ندنو من مذبحك المقدس، ندنو نقترب نقرب يعني. ككثرة رحمتك. يعني هي رحمه كبيره جدا بينا ان احنا نستحق هذا الدور يعني اللي عمله المسيح يوم خميس العهد. واجعلنا اهلا للسلام السمائي اللائق بلاهوتك. هنا بقى السلام السمائي من صنع الله، لكن السلام الارضي من صنع البشر. يعني لما اتنين يكونوا متخاصمين ويلتقوا مع حد يوفقهم مع بعض، ده سلام ناقص لان في ارادة الانسان محدود. لكن محدود، لكن السلام السمائي بقى الذي يهبه الروح القدس، ده الصلح. وده الصلح بقى سيدنا بين السماء والارض. دي ثمره بقى من ثمار عمل الروح القدس، محبه فرح سلام. فغلطية خمسه زي ما قال معلمنا بولس. السلام السمائي اللائق بلاهوتك. اللائق ان نقف امام الله وناخد هذه البركة ان احنا نخدم الهيكل يعني. والسلام اللائق بلاهوتك هو هو صنع السلام بلاهوتك. المصالحة الكاملة يعني. والمملوء خلاصا. ايوه. ما هو ده الصليب بقى. الصليب الذي حمل لنا السلام والمصالحة. طب يا سيدنا، والسلام لابد له من مصالحة يعني. بس ازاي اللي نعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة؟ هو ده السلام بقى في القبلة. بعد صلاة الصلح يعني هو الله مصدر السلام. واحنا بنعطي السلام بعضنا لبعض بالظبط عن طريق السلام اللي اعطاه لنا الله يعني. نتداول هذا السلام معا لكي نكون في مصالحة وفي سلام، او تبقى النتيجة محبة كاملة. تمام. عشان كده قال ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه وحدكما، فان سمع منك فقد ربحت اخاك. هو ده بقى ربح الاخ. ان انا اكسبه يعني، ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. تمام. يعني القبلة هي السلام والمصالحة. يعني دليل السلام والمصالحة ايدينا تبقى في بعض كده يعني. مش من بعيد يعني. طبعا كورونا بقى خلتنا نسلم من بعيد، لكن مش ده الوضع الطبيعي يعني. وكويس انها انتهت، نشكر ربنا يعني. بس هي دي العلامة يعني. السلام دوت هو علامة تلاقي. تلاقي. كل كف واحد تبقى بين كفينه. بين كفين التاني يعني. يعني يبقى داخلين في بعض كده يعني، سلام ومصالحه ومحبه. انا التقاء. دليل الالتقاء. ايوه سيدنا، يعني كده ده دي صلاه الصلح، لكن في صلاه صلح اخرى ليوحنا مثلث الطوبه ناخدها يعني المرة الجاية بإذن الله. إن شاء الله. يافتة كده غطت لنا اللي حد صلاة. قداس جميل قوي، القداس الكيرولوسي اللي هو وضعه القديس ماري ماركوس الرسول. قدسك ملاحظ وكل المشاهدين ملاحظين إنه بياخد تفاصيل كل حاجة. يعني اتكلم عن السلام، اتكلم عن مصالحة. ما هو مفيش سلام بدون مصالحة. لما يتكلم عن إله القوات، إيه مصدر هذه القوات؟ يعني رئيس السلام. جميل، معاني جميلة، حاجة يعني رائعة الحقيقة. القداس الكيرولوسي جميل خالص. بس أجزاء منها محتاجة تفسير، عشان كده نيافتك بتفضل. ناخد بركة. بركة. شكرا سيدنا الحبيب، شكرا أبونا شنودة، وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم كونوا معافين في الرب.